الجميلة صوت. صمامة الأزياء رنا الشكعي، مطرح الفيل الألبان، الشركة المصرية للعلوم الصناعية التعويضية. لكل سيدة مصرية بتدور على الجمال والموضة لعام 2019، بنقدم ليكم براند سليمان العبايات الخليجية، أحدث صيحات العبايات في عالم الموضة، وكوليكشن متميز جدا وعملي لأي مناسبة. والتميز في براند سليمان هو بعضهم عن المألوف في التصميم بأعلى الخصومات. للتواصل هاتفيا 010 33 11 55 94. لطلب الاوردرات واتساب 010 27 44 92 82. براند سليمان العبايات، تميزك مهمتنا. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. اليأس ضعف وخوف كمان، لكن الأمل يفتح ببان. عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قد الحياة. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقتنا مميزة جدا، وهنبدأها بقول الإمام الشافعي: إذا أردت أن تسكن بلدا ما فاسأل عن اثنين، إما عالم يفتيك في دينك أو طبيب يفتيك في بدنك. أعزائي المشاهدين، الطب هو مهنة الحكماء ورحمة الرحماء. مهنة الطب هو مهنة الإنسانية، وقيل قديما: طب بلا إنسانية كصلاة بلا وضوء. أعزائي المشاهدين، مش هننكر أبدا أن المنظومة الطبية في مصر محتاجة الكثير من الجهد المضني حتى نوصل إلى الرضا الكامل، ولكن على النقيض الآخر يوجد بعض النقاط المضيئة وبعض النماذج المشرفة في هذه المنظومة، منها ضيفي النهاردة. ضيف النهاردة الحقيقة بيسموه عميد المفاجآت، فهو يتنكر وينزل ويراقب ويتابع ويعاقب كل من تسول له نفسه ان هو يتقاعس عن دوره واداء مهامه بشكل جيد. النهاردة الحقيقة مشرفني ومنورني نجم تحت سماء قبة جامعة المنصورة، الاستاذ الدكتور محمد عطية البيومي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة واستاذ طب الاطفال. برحب بحضرتك معي يا دكتور. اهلا استاذة شيماء، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى طاقم العمل. حضرتك منورنا في برنامج قد الحياة. النهاردة يا دكتور طبعا كل المجتمع المصري فعلا بيحتفل بعيد الأم، النهاردة 21 مارس، بنقول طبعا لكل أم كل سنة وهي طيبة، لكن عاوزين نعرف من حضرتك يا دكتور، يا ترى إزاي الأم تهتم بنفسها ما قبل الحمل؟
كل سنة وحضرتك طيبة الأول، حضرتك وكل طيب. سنة وكل أمهات مصر طيبين وبخير، وكل سنة ومصر الأم الأكبر بخير ودايما معطاءة ودايما الحضن الدافئ الآمن إن شاء الله. أنا هاخد من التتر بتاع برنامج حضرتك قد الحياة وإزاي أمهاتنا يبقوا قد الأمومة. الأمومة يجب لها إعداد، يجب لها استعداد. وهنبدأ زي ما حضرتك سألتي قبل الحمل. الأم اللي بتنوي إن هي تحمل لابد إن هي تذهب إلى الطبيب. في بعض الحاجات اللي يجب إن هي تتعمل قبل الحمل. الأم لازم تتأكد إن حالتها الغذائية جيدة جدا، نسبة المعادن والأملاح والفيتامينات في جسمها جيدة جدا. لابد إن هي تتأكد إن هي محمية من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء الحمل اللي قد تؤدي إلى إزاء للطفل. بنذكر ثلاث حاجات على وجه الخصوص. الالتهاب الكبدي ب، لابد الام تعمل اختبار لوجود الالتهاب الكبدي ب، لانه لو موجود في تعامل خاص للطفل بعد ولادته مباشره. الام لازم تتاكد ان هي عندها مناعه ضد الحصبه الالماني وضد مرض الجديري. المرضين دول بالذات لو اصابوا الام وهي حامل بيكون تاثيرهم سيء جدا 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 على الجنين. ايضا الام لابد ان هي تبتدي قبل الحمل بشهرين او 3 شهور تاخد فيتامين بسيط جدا ورخيص جدا اسمه حمض الفوليك. الدراسات الطبية اثبتت انه الامهات اللي عندهم نقص في حمض الفوليك عرضة اكتر ان هم يولدوا اطفال بعيوب في الجهاز العصبي. فصيلة الدم شيء مهم جدا جدا جدا. ونأكد مرة تانية على الحالة الغذائية للأم، على نسبة الحديد في دم الأم. مش هنذكر طبعا ان هي تبتدي تتعلم ازاي تتعامل مع الضيف الجديد اللي هيجي، بس اللي احنا ذكرناه ده هو الحد الأدنى من استعداد الام لاستقبال بيبي جديد. طب وعايزين بقى نعرف من حضرتك يا دكتور محمد، يا ترى ايه هي تاثير تغذيه الام على الجنين؟ يعني بنشوف يا دكتور يعني بعض الامهات بتبقى لسه، طبعا لسه هتبقى ام حديثه، لسه البيبي اول مولود ليها، فالحقيقه بتبقى يعني عندها بعض الجهل شويه بالتغذيه الصحيحه. يعني بتشرب قهوه كتير جدا زي ما احنا عارفين، بتشرب كافيين كتير، ممكن تكون بتدخن. عاوزين نعرف من حضرتك يا دكتور يعني ايه هي العادات الصحيحه والعادات السيئه اللي تبعد عنها؟ ده سؤال مهم جدا. خلينا نقول انه التدخين لا، قولا واحدا التدخين بيؤدي الى ولاده اطفال نقصي النمو. والطفل اللي عنده نقص في النمو الرحمي مش بس طفل بيتولد صغير، ده طفل عرضه لامراض كثيره جدا على مدار طول عمره. الكافيين مفيش فيه رأي قاطع علمي، ولكن الكميات اللي المنظمات الدولية بتعتبرها آمنة كل سنة بتقل عن السنة اللي قبلها. يعني آخر الأرقام بتقول إن هي ما يوازي فنجان قهوة واحد في اليوم أو كوب من القهوة سريعة التحضير في اليوم. ولو يعني استغنينا عنه ولجأنا إلى الطبيعة في التغذية، الخضار كتير، الفاكهة كتير، ده طبعا بيكون افضل لصحة الام ولصحة الجنين. طيب احنا عارفين يا دكتور محمد ان الحياة الحديثة اصبحت ان يعني فعلا في سرعة في كل حاجة، عصبية في كل حاجة، هل التوتر والقلق اللي بتكون عليه الام الحامل هل بيأثر يا دكتور على صحة الجنين؟ خلينا نجاوب السؤال ده بالمشقلب شوية. هل الطفل بعد ما يتولد تعرضه للضغوط النفسية بيؤثر عليه؟ الإجابة الطفل لو توتر بشكل مستمر، هرمونات التوتر نفسها اللي بتفرز في جسمه بينتج عنها تغيرات، وتغيرات ملحوظة في تركيب المخ بتاع الطفل، وبيؤثر طبعا على إدراكه وعلى قدراته التعليمية والتعلمية. فلو سحبنا ده ايضا على فترة الحمل، ننصح بناتنا الحوامل ان هم يتجنبوا التوتر والضغط العصبي قدر الامكان.
طبعا يا دكتور عايزين نعرف من حضرتك، يعني يا ترى الولاده القيصريه انتشرت جدا جدا في الفتره الاخيره. الحقيقه ما بقناش نلاقي زي زمان يعني الام الحامل على طول عارفه ان هي هتولد بطريقه طبيعيه. يا ترى دكتور ده بيأثر على يعني الجنين؟ للأسف إن مصر واحدة من أعلى دول العالم في معدلات الولادة القيصرية حاليا، ومحتاجين برامج توعية كتير جدا في هذا المجال. زملائنا أطباء الولادة أحيانا بيكونوا هم اللي بينصحوا لأسباب طبية، إنما في بعض الأحيان بتكون الأم نفسها هي اللي طالبة نتيجة إن حد قريبها أو جارتها أو صاحبتها ولدت قيصري وشافت إن هي كانت ولادة بدون ألم. الولادة الطبيعية تبقى هي اللي اسمها طبيعية، في ولادة طبيعية بدون ألم. الولادة الطبيعية أفضل للأم، أفضل في انخفاض وزنها بعد الولادة وفي رجوع الرحم لحجمه الطبيعي، وفي نسبة حدوث النزيف ما بعد الولادة أقل. وحدث ولا حرج بقى عن مميزات الولادة الطبيعية للطفل. الطفل اللي بيتولد قيصري بيكون عرضة أكتر لمشاكل في جهازه التنفسي، بيكون عرضة أكتر إن هو يحتاج الدخول لوحدات حديث الولادة، بما في ده من مخاطر إن هو يصاب بعدوى داخل الحضانة أو خلافه. فإحنا بننصح دائما بالولادة الطبيعية. نزول الطفل نفسه في مجرى الولادة الطبيعي بيخلي الطفل ياخد الميكروبات المفيدة اللي في هذه القناة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له علشان تسكن جهازه الهضمي، ودي يعني ليها فوائد ممكن نتكلم فيها حلقات وحلقات. فالطبيعي يفضل هو الطبيعي، ويا ريت نركز عليه ونرجع له. طيب خلاص الام ولدت والمولود الجديد بيشرف البيت، عايزين بقى نعرف يا دكتور يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني من منذ ان احنا يعني اعلنا عن وجود حضرتك معانا ورسائل كتيره جدا بتسال، دكتور محمد عطيه البيومي متميز جدا في سرد التغذيه السليمه للطفل. حابين بقى يا دكتور احنا عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله في بعض الكرة يعني حبايبنا العزاز علينا قوي عندهم بعض الاعتقادات الخاطئه ان الطفل يا دوب يعدي الاربع شهور من هنا تبدا بقى يا دكتور تديله محشي، تديله بقى يعني تسبيكه، تديله بطاطس، وبتبقى متخيله ان معدته بتكبر. فيا ريت يا دكتور نبدا للامهات، وبيتابعنا ناس كتير جدا حابين يعرفوا من حضرتك التغذيه السليمه للطفل بتبتدي من امتى؟ طيب خلينا نتفق انه الطفل يتولد لابد من الالتصاق الجسدي المباشر بين الام والطفل مباشره بعد الولاده. البيبي يبتدي يتعرف على ريحة أمه، يبتدي يحصل بينهم عملية الارتباط، يبتدي يحصل ما بينهم عملية الالتصاق العاطفي منذ اللحظة الأولى. حتى لو الأم والدة قيصري، حتى لو الأم لسه مش فايقة، لابد أنه الطفل يطلع يتواصل جسديا زي ما بيقولوا سكين تو سكين مع الأم. الرضاعة الطبيعية منذ اللحظة الأولى هامة جدا جدا جدا. طبعا الام اللي بتولد طبيعي بيبقى الجسم استعد هرمونيا للرضاعه الطبيعيه، فبيبتدي افراز اللبن مباشره. الام اللي بتولد قيصري يمكن العمليه بتتاخر شويه، ولكن في النهايه مع المحاوله بننجح باذن الله. فرضاعه طبيعيه، رضاعه طبيعيه، رضاعه طبيعيه. اللبن اللي في الايام الاولى اللي بيسموه لبن السرسوب معجزه الهيه بكافه المقاييس. اتكلم فيه ايضا حلقات وحلقات عن فوائده، ورجاء ان محدش يبص على هذا السائل السحري ويقول عليه ان هو لبن خفيف او ان هو مية. هو كده مظبوط وربنا خلقه صح، وهو ده اللي الطفل محتاجه في هذه المرحلة. فرضاعة طبيعية مطلقة، مطلقة بمعنى ان هي ما بيدخلش معاها اي شيء باستثناء نقط فيتامين د اللي لابد ان احنا نبتديها لكل اطفالنا المولودين من اليوم الاول. بنبتدي بقى ندخل في سؤال هناكل ايه وامتى. اول اربع شهور ما فيهاش سؤال، اول اربع شهور رضاعة طبيعية مطلقة. من الشهر الرابع ممكن نبتدي الطبيب المتخصص يقيم حالة الطفل، هل الطفل يقدر ان هو يبتدي ياكل، هل ظهرت عليه علامات الاستعداد لتقبل الاكل ولا لا. مفيش سن معين يا استاذه شيماء بيتفتح فيه زرار استعداد الطفل للاكل، كل طفل بيوصل للمرحله دي
في وقت معين. انما احنا نعلم ان هي ما بين الشهر الرابع مش قبل الرابع، ومش مستحب برضو ان احنا نأخر بعد السادس. بنبتدي بالحاجات البسيطة، النشويات البسيطة زي البطاطس، البطاطا، الكوسة، الجزر، الرز المسلوق، التفاح، كل ده طبعا مسلوق ومتقشر ومهروس. ومش بنبقى عايزين الطفل ياكل الكميات اللي في ذهننا ان الطفل مثلا هياكل طبق رز وهو عنده 4 شهور، او زي ما قلت لي يتذوق يا دكتور. الطفل بيتذوق ملمس مختلف، ريحه مختلفه، يعرف ان في الدنيا حاجه مختلفه غير لبن الام. انما طبعا يبقى لبن الام هو الغذاء الرئيسي للطفل في السنه الاولى. دكتور محمد، يعني استوقفني كلام حضرتك جدا الحقيقة، ان في بعض الامهات يا دكتور فعلا بتكسل او بتستسهل، يعني فعلا ان صح التعبير، اني انا حاسة ان شكل جسمي هيبوظ من الرضاعة الطبيعية، وتبدأ على طول اول ما تولد خلاص بقى انا عايزة ارجع لرشاقتي وارجع للجيم وارجع لشكلي، ارجع البس سمول، لكن بتبقى متوهمة ان الرضاعة الطبيعية هتزيد من هرموناتها وهتتخن، فتبدأ لوحدها تبدا تدي الطفل يعني لبن صناعي، متوهمه منها اني انا لو هجيب مثلا بعض الماركات من بره هيبقى اكيد زي بالظبط اهميه اللبن الطبيعي. في حد تاني يا دكتور، يعني الاثنين هنحطهم في كادر واحد عشان حب حضرتك توجه لهم رسالتين، ان عندنا ام تانيه بتقول انا يعني لسه الطفل في الشهور الاولانيه لسه ما بقاش عنده 4 شهور، بس بتقول يعني ما بينامش بيعيط كتير، فانا حاسه ان لبني خفيف، فانا ببدا ادي يعني لبن طبيعي من صدري، وكمان بديله اضافات ان انا بديله لبن صناعي، يعني بتمزج بين الاثنين. عايزين نعرف يا دكتور يا ترى صحه الكلام ده. اشكر حضرتك، يعني حضرتك اثرتي كذا نقطه مهمين جدا. خليني افاجئك ويمكن افاجئ الساده المشاهدين انه الرضاعه الطبيعيه هي عامل مساعد لعوده الام لوزنها وحجمها قبل الولاده. معقوله يا دكتور؟ يعني فعلا الام يعني بترجع لرشاقتها مش بتتخنها؟ حقيقي، لان السعرات الحراريه والكالوريز اللي بتتحرق اثناء عمليه الرضاعه بتساعد الام على فقدان الوزن. طب احنا ده مش بيحصل، احنا يعني دائما بنشوف انه العكس هو اللي بيحصل. العكس قد يحدث نتيجة ان احنا عندنا عادات غذائية سيئة للام اللي بترضع، وعلى رأسها كلي لشخصين، يعني انت بتاكلي تاكلي ليكي وللبيبي. ده مش مطلوب بالطبع، يعني الام بتاكل اثناء فترة الرضاعة الاكل الطبيعي المتوازن 3 وجبات، ممكن تحس بشوية عطش اثناء الرضاعة، تشرب مية. دايما بننصح الامهات يبقى جنبهم ازازة المية اثناء الرضاعة. لو حست بالجوع غالبا بيكون عطش، بس يعني ايه متلخبط في الاحساس على انه جوع، فبنقول لها لو حسيت ان انت جعانه اوفر بقى تحسيها بطانه شويه يا دكتور، اشربي ميه. ده غالبا أو اي سائل، هو غالبا عطش. وشرب السوائل للام اللي بترضع مهم جدا جدا جدا. النقطه الثانيه اللي حضرتك اثرتيها ان انا هجيب حاجه من بره وهجيب حاجه غاليه، فهي اكيد كويسه زي لبن الام، مفيش حاجه زي لبن الام قولا واحدا، ولا حاجه قريبه من لبن الام، هي محاولات. انما خليني اقول لك ان لبن الام بيتغير تركيبه حسب عمر الطفل. يا سبحان الله، يعني معجزه يا دكتور، سبحان يعني الله. الطفل فعلا لما بيكبر وزنه بيختلف، تركيب لبن الام اللي نازل له بيختلف، يعني بيبقى مشبع يا دكتور، يعني احساسها ده ممكن يبقى احساس اكيد مغلوط. ان هي متصوره ان الطفل مشبعش فتبدا يعني تدخل حاجات كمان، ده بنشوف يا دكتور تدخل زبادي من اول شهر، تقول لك لا يعني كوبايه زبادي جنب اللبن بتاعي عشان الطفل يشبع. لا، هو سبحان الله زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان اللبن فيه كل المكونات اللي الطفل محتاجها، مش محتاج اي اضافات ثانيه. ده حقيقي. ويعني اضيف لحضرتك برضو ان تركيب اللبن الام بيختلف داخل نفس الرضعة، في الجزء الاول من الرضعة وفي الجزء الاخير من الرضعة. وده يمكن بيقودنا للنقطة اللي حضرتك اثرتيها، اللبن خفيف. الجدة والعمة والخالة بياخدوا نقطة لبن من اللبن الجزء الاولاني اللي في ثدي الام، ويجدوه نسبة المية فيه عالية، فيقولوا ان هو ايه لبن خفيف. هو مش لبن خفيف، هو سبحان الله هو لبن اللي بينزل في اول الرضعة، ربنا خلقه فيه نسبة مية كتير عشان الطفل بيبقى عطشان فبيروى عطشه الاول، وبعدين نسبة الدهون والدسم تأتي في النهاية علشان الطفل
يشبع من الرضع. حضرتك ايضا اثرتي نقطة الزبادي. احنا شعب بياكل زبادي كتير، يعني احنا شعب متعودين ناكل ولادنا زبادي، بس خلينا نقول انه منتجات الالبان يعني مش هي افضل شيء نبدا به في طعام الطفل او نبدا ندخله للطفل. يستحسن تاجيله للنصف الثاني من العام الاول، انما بالتاكيد ان اللبن الحليب بقى اللبن البقري والجاموسي و و و و غير مسموح به على الاطلاق في خلال السنه الاولى. احنا كمان عندنا دكتور محمد، يعني الحقيقه في المجتمع الشرقي اول ما يعني الام بقى تعرف ان هي حامل وخلاص بقى يعني تروح بقى كده يعني ايه معتليه الفراش ونايمه على ظهرها وتفضل التسع شهور انا حامل. لكن عندنا دكتور بره ما بنشوفش خالص الموضوع ده، على طول في نشاط ودؤوبين وتروح تنزل تشتري كل احتياجاتها ويعني تمشي كتير، يعني حته ان هي قاعده تعود لوزنها ده ناتج ان هي كانت كسوله طول فتره الحمل وعماله بتاكل الاثنين زي ما حضرتك قلت. فكل ده فعلا مفاهيم مغلوطه يجب ان احنا نصححها في مجتمعنا. حقيقي السيده الحامل ما لو ما فيش مضاعفات طبيه للحمل المفروض ان هي بتمارس حياتها طبيعي للغايه، وطبعا زمايلنا دكاتره الولاده بيتابعوا اثناء الحمل وبيتابعوا معدل زياده الوزن وبيقدروا يدوا النصائح المطلوبة في هذا الشأن. بس خليني أقولك على حاجة، خليني أقولك إن أنت قارنتي بيننا وبين الغرب. إحنا نقطة بدايتنا أثناء الحمل، نرجع تاني لأول الحلقة، إن إحنا بادئين وحش. خليني أقولك شوية أرقام. نسبة الأنيميا في بنات مصر اللي ما بين 5 ل 19 سنة حوالي 20%. لو خدنا الشريحة العمرية من 15 ل 49 سنة نلاقيها 25%. عندنا حاجة اسمها دائرة سوء التغذية، ان الام اللي عندها سوء تغذية بتجيب بيبي عنده سوء تغذية وتربيه على عادات غذائية غلط، تطلع بنت عندها سوء تغذية تجيب بيبي عنده سوء تغذية وهكذا. فده لابد ان احنا نوقفه حقيقة. دكتور محمد طبعا يعني احنا متشوقين جدا نشوف كده يعني تقرير عن جامعة المنصورة وبالتحديد كلية الطب. هنروح مع حضرتك اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير من داخل جامعة المنصورة ونرجع تاني على طول.
جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية في مبنى خاص ملحق بمستشفى البطنة، اسمه مستشفى البطنة التخصصي الجديد بسعر 360 سرير. حقيقة طب المنصورة هو مفخرة لكل من تخرج من هذه الكلية ومفخرة لشعب الدقهلية و بيدعونا كلنا كمنتسبين لكلية الطب اننا نشعر بالفخر والزهر. بيسعدني ان انا اكون ضمن فريق الادارة اللي بيكون متواجد في اثناء هذه المناسبة، واحنا كفريق ادارة مصر واحد المراكز المميزة في العالم. رعاية الجميلة صوت تصميم الأزياء رانا الشفعي، مطرح الفيل الألبان، الشركة المصرية للعلوم الصناعية التعويضية. لكل سيدة مصرية بتدور على الجمال والموضة لعام 2019، بنقدم ليكم براند سليمان للعبايات الخليجية، أحدث صيحات العبايات في عالم الموضة، وكوليكشن متميز جدا وعملي لأي مناسبة. والتميز في براند سليمان هو بعضهم عن المألوف في التصميم بأعلى الخصومات. للتواصل هاتفيا 010-33-11-55-94. لطلب الاوردرات واتساب 010-27-44-92-82. براند سليمان العبايات، تميزك مهمتنا. يا تعيش وحيد وسط الدروب.
اعزائي المشاهدين وبنرحب بيكم من جديد، وضيف حلقتي النهارده الاستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي عميد كليه الطب جامعه المنصوره. وشفنا معاكم الحقيقه تقرير مشرف جدا عن كليه الطب. يا ريت بقى نعرف من حضرتك يا دكتور محمد ايه يعني رؤيه حضرتك لكليه الطب جامعه المنصوره بين الماضي والحاضر والمستقبل. اللي شفناه مع حضرتك دلوقتي ومع الساده المشاهدين جزء من الفيديو اللي عدناه بمناسبة احتفال ضخم جدا عملناه بمناسبة مرور 50 عام على تخريج الدفعة الأولى من طب المنصورة. طبعا طب المنصورة وجامعة المنصورة حدوتة في قمة الجمال والرقي، حدوتة فيها عبقرية الزمان والمكان، عبقرية القدر والبشر ومجهود، ويعني شيء جميل جدا. 1962 أستاذنا الأستاذ دكتور إبراهيم أبو النجا مؤسس الكلية ومؤسس الجامعة وهو من الدقهلية بيصل إلى المنصورة، وكل ما يملكه هو قرار جمهوري بإنشاء كلية للطب في مدينة المنصورة تكون فرع من جامعة القاهرة. في خلال 56 سنة من 62 57 سنة ل 2019، ودي يعني فترة مش طويلة اطلاقا في حياة الجامعات، بتتحول الورقة اللي كانت مع الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو النجا إلى منظومة عالمية جميلة جدا. احنا لسه الأسبوع ده في آخر تصنيف عالمي لكليات الطب، احنا في أفضل 400 كلية طب في العالم. ألف مبروك يا دكتور، الحقيقة يعني ده فعلا شيء مشرف جدا، يعني جامعة المنصورة بالتحديد كلية الطب ان هي تحصل على المستوى ده في ضمن طبعا جامعات العالم كله، ده حاجة مشرفة جدا. طبعا، وحقيقي برضو بنتشرف ان في جامعات مصرية اخرى في نفس الترتيب، وبدأت الجامعات المصرية تظهر في الترتيبات العالمية. كنا من 10 سنين بس بنعتبر ان ده شيء، يعني هل معقول ان احنا نبقى في الـ500 يعني الأوائل؟ كان شيء صعب المنال يا دكتور، كان ما نعرفش نوصل له ازاي، رغم ان احنا كنا بنشتغل وفي مجهود، ويعني مش المجهود ده حصل في اخر 10 سنين، انما بالتأكيد بدأ نتاج الجيل الاول، جيل المؤسسين اللي سابوا مدنهم وسابوا اسرهم وجم المنصورة يؤسسوا لكلية الطب. كلية الطب بدأت بأساتذة مش من المنصورة أساسا، اللي جم من القاهرة، من اسكندرية، من مختلف الدول، وسابوا أسرهم وجم وقعدوا. ثم بدأت الأجيال الأولى اللي شفنا منها أساتذتنا اللي كنا بنحتفل بيهم خريج الدفعة الأولى، اللي هم كانوا الجيل اللي بدأ من أبناء المنصورة، ثم لغاية الآن زي ما بقول لحضرتك حدوتة جميلة جدا جدا جدا، من ورقة سنة 62 إلى 3500 سرير النهاردة، إلى 10,000 متردد يوميا على عياداتنا الخارجية، 3,000 جراحة زراعة كلى، 600 جراحة زراعة كبد، الأرقام الأعلى في العالم يمكن في الكلى، إحنا الأعلى في العالم في الكبد عشان ما نقولش أرقام خطأ، إحنا رقم 2 يمكن. توسعات مستقبلية ننتظرها في خلال سنتين إن شاء الله، تضعنا نصبح أكبر مجمع طبي في مصر وفي أفريقيا بإضافة 2000 سرير جداد، 2500 عضو هيئة تدريس، 2000 طالب وافد. الطلبة الوافدين احنا بنعتبرهم يعني الشهادة المحايدة، ده لا جاي من مكتب تنسيق ولا جاي بمجموعه ولا جاي بحكم ان هو من الدقهلية ودي الكلية القريبة منه على الاطلاق، ده طالب جاي من ماليزيا، من اندونيسيا، من الاردن، جاي عايز يدرس في المنصورة، يستطيع انه يدرس في اي كلية طب، مش هقول في مصر، في المنطقة كلها، ولكنه بيختار المنصورة. 2000 طالب وافد، 20 جنسية كما لو كنا يعني أمم متحدة ما شاء الله يا دكتور، يعني شيء والله أنا فعلا فخورة جدا جامعة المنصورة، ويعني وكلية الطب تحديدا ان يكون فيها كل يعني فعلا البؤر المضيئة دي. والرضا بالحال هو بداية ان الكيرف بتاعك ينزل، فاحنا يعني رغم ان احنا بنبني على الأساتذتنا اللي قبلنا والإدارات اللي قبلنا بنيته، إلا ان احنا غير راضين ونرى المنصورة في مكان أكبر. احنا في أول 400، ليه ما نكونش في اول 200؟
ليه ما يكونش لينا فرع خارج مصر زي الجامعات الدولية الكبرى؟ ليه ما نتوسعش في السياحة العلاجية؟ ليه المراكز الطبية اللي حضرتك شفتيها في التقرير ما تعالجش مرضى أفارقة، مرضى من حوض البحر المتوسط، مرضى عرب، مرضى من آسيا؟ ما ينقصناش شيء، ينقصنا شوية إرادة وتخطيط وعزيمة، وإن شاء الله اللي جاي للمنصورة أفضل بإذن الله. دكتور، إحنا حابين نتكلم مع بعض يعني بشيء من الصراحة والوضوح. إحنا عارفين إن المنظومة الطبية بشكل عام في مصر، مش بس في جامعة المنصورة، يعني بتبقى محتاجة مجهودات ضخمة جدا جدا للوصول للرضا الكامل. بيواجه ده يا دكتور محمد بعض العراقيل، منها طبعا نقص الموارد، ومنها ممكن حضرتك تختلف معايا زي قبل الهوا ما اختلفنا، ولكن لازم انا اكون اعلامية محايدة وابين الجانب المضيء وايضا الجانب المظلم. من بعض العراقيل يا دكتور بعض التقصير عند بعض الاطباء. احنا عارفين ان دكتور محمد عطية البيومي حضرتك الحقيقة دؤوب جدا ويعني حاسم جدا جدا، ما بتقبلش ابدا بانصاف الحلول، ما بتقبلش ابدا التهاون والتقصير في العمل. عاوزين نشوف حضرتك تقول لنا وتقول لكل الساده المشاهدين حضرتك هتبدا يعني تعمل ايه في المنظومه دي بعد اعتلائك الكرسي. حضرتك طبعا بنبارك لك وبنبارك لكل جامعه المنصوره على اعتلائك كرسي عميد كليه الطب جامعه المنصوره، لكن حابين نعرف من حضرتك. احنا عارفين يا دكتور ان في معادله صعبه جدا، صعبه الاركان، ان يكون طبيب متميز في مجاله. عارفين حضرتك استاذ طب الاطفال وطبعا حضرتك بارع جدا في هذا المجال، ولكن بيبقى صعب جدا يا دكتور ان حد يجمع بين انه يكون طبيب متميز وايضا يكون اداري وقيادي بارع. حضرتك دكتور محمد الحقيقه بالرغم ان المده قصيره جدا، مده شهرين، ولكن حضرتك قدرت وبكل احترافيه وجداره ان انت تحل المعادله الصعبه وتجمع المعادلتين، وفعلا بنشوف حضرتك بتنزل وانا عرفته يعني عملنا كده الحقيقه كل جهودنا ان احنا نعرف يعني لجنه التقصي حقائق كده مصغره ان حضرتك ما بتقبلش يا دكتور مي، ما فيش اي انسان يقصر وحضرتك تقبل ابدا، بالعكس حضرتك بتتنكر وبتنزل عشان تشوف وسط الطلبة ايه اللي هم محتاجينه، وسط المرضى ايه اللي هم بيشتكوا منه. حضرتك يا دكتور محمد فعلا نموذج مشرف، لكن حابين نعرف من حضرتك الوصول للرضا الكامل اللي انت بتتمناه شخصيا يحصل ازاي؟ انا اشكر حضرتك الاول على المباركة وعلى الاطراء، ومفيش تنكر ولا حاجة يعني مش محتاج. لا حضرتك بتنزل في اي وقت هم يا دكتور بدون طبعا احنا عارفين ان اي حد في منصب لازم قبلها يعني بيجي تليفونات في الدكتور نازل ويتفرش الارض ورد، لكن حضرتك يعني ما بتتبعش السياسة دي خالص فجأة، ولكن يعني مش بركب بقى ده. لا 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 يا دكتور، يعني انا قصدي ان حضرتك من غير ما حد يعرف حضرتك بتنزل بتتجول وسط المرضى، وده يعني معلش ما بيبقاش فعلا كتير عندنا في المجتمع المصري. صحاب دايما المناصب بيحبوا ان هم يقعدوا في الغرف المغلقه، وبيكون شيء صعب عليهم ان هم ينزلوا وسط الناس العامه ويسمعوا شكواهم. انا اكتر شكوى بتجيني من زمايلي وهم بيتفرجوا عليا دلوقتي اني جيت ما لقيتكش، جيت قالوا لي في المكان الفلاني. خليني الاول ابدا انه تقصير الأطباء كلمة يعني شديدة الوطأ على الأذن وعلى القلب وعلى النفس، يصعب أن احنا نوافق عليها. أطباء مصر هم يعني فئة من أجمل ما تملك مصر، هم جزء من شبابها اللي هو يعني عماد قوتها للمستقبل، وأغلى ما تملك حقيقي مصر هم شبابها اللي شباب الأطباء جزء منه. الطب جزء من كل، بمعنى أن الخدمة الطبية اللي بتقدم للمريض اللي خبط على باب مستشفى لا يمكن اختزالها في الطبيب. الطبيب ده هو نفسه نتاج مجتمع، نتاج عملية تعليم ما قبل جامعي استمرت 12 سنة، هل احنا راضيين عنها ولا لا؟ نتاج عملية تعليم طبي احنا مسؤولين عنها ونطور فيها وممكن نرجع لها مرة اخرى. نتاج تدريب على ايد اساتذه عالميين، ولكن الطبيب هو بني ادم ليه احتياجاته قبل ما يكون مقدم خدمه. يعني انا ارى دوري مع الاطباء تيسير عملهم وتوفير احتياجات عملهم قبل ان اسائلهم انت ازاي
ما بتؤديش. الطبيب لابد ان هو يتاح لي برنامج تدريب واضح المعالم بحقوق وواجبات معلنة. مصر كلها في طريقها الى برامج التدريب الطبي القومية، وفي يعني مجهودات غير عادية في هذا المجال. معالي وزير التعليم العالي الدكتورة هالة وزيرة الصحة، مجهودات ضخمة للغاية بتبذل. ده حق للطبيب قبل ما اسأله هل انا علمته كويس ولا لا، هل هو امن في بيئة عمله ولا لا، يعني هل انا موفر له الامان ولا يمكن لاهل المريض الاعتداء عليه لفظيا، لا قدر الله بدنيا، معنويا، هل انا مأمنه ولا لا، هل انا متاح له بيئة عمل جيدة، هل معاه ادواته، يعني هل انا علمته انه العلاج الفلاني فاذا العلاج موجود والادوات موجودة. كل دي حقوق للطبيب لدى المجتمع قبل ما اقدر اقول له انت اديت ام لم تؤدي. الطب مهنة مكلفة جدا، ليها ادوات ولازم يتصرف عليها. الدولة لا تبخل على الاطلاق، لكن طموح الناس وتوقعاتهم من قطاع الطب بالذات اعلى بكتير من توقعاتهم في اي قطاع تاني. المريض بينزل من بيته ممكن يعدي على شارع مش نظيف قوي، مكسر، ممكن يركب مواصلات مش مجهدة جدا، مش مثالية، ممكن يبقى في حاجات، يوصل المستشفى عايز يبقى الدنيا كلها ايه بيرفكت. ده من حق المواطن، لكن ده ليه متطلبات. الحكومة لا تبخل بالموازنات على الاطلاق. الاصلاح في التعليم عشان يجي لي مادة خام ادربه يبقى طبيب من الاول لازم يكون اتعلم في المدارس كويس، ده شغال. بنطور في برامج التدريب الطبي، برامج التعليم الطبي عفوا، برامج تدريب الاطباء فيها تغيير. عندنا وعود بتحسين الحال الاقتصادي للاطباء لان هم حقيقي مرتبات شباب الاطباء ضعيفة للغاية، ما نقدرش نقول غير كده. عندنا تحديات بقى حوالينا كمان في الاطباء، انه مصر دكاترتها حلوين، شئنا ابينا اتفقنا اختلفنا. انا متفقة جدا يا دكتور مع حضرتك، مصر يعني دكاترتها، احنا ما نطلعش حد وحش، مصر دكاترتها حلوين. امريكا تخطفهم، بريطانيا تخطفهم، المانيا تخطفهم، هذه الدول العظمى والاقتصادات الكبرى تجد صعوبة مادية في انتاج طبيب، فتاخد منتجنا جاهز تعمل له شوية بولش كده بسيط، شوية تشطيبات بسيطة، تعديلات ويصبح ممارس كامل الأهلية في هذه النظم الطبية العريقة. عايزين نفتح مشكلة الطب، انا ارى ان الاطباء مظلومين حقيقة. طبعا يا دكتور. ارى ايضا ان هم بنفس الامكانيات وفي نفس الحاجة، ممكن شوية ان احنا نضغط على نفسنا ونقدم خدمة افضل. انا دايما اؤمن ان انا اقدر بكرة اؤدي افضل. تمام. باعادة التنظيم. تمام. فالمنظومة الطبية المصرية بتتحسن، وبتتحسن بخطى ضخمة جدا، بس محتاجين كليات طب اكتر. تمام. احنا يعني عندنا نقص شديد في كليات الطب. يعني احنا طبعا عارفين يا دكتور ان جامعة المنصورة من اعرق جامعات مصر، لكن عارفين كمان يا دكتور يعني ان احنا عندنا 11 مركز في جامعة المنصورة، الحقيقة فيهم مراكز اصبحت على رأسهم مركز جراحة الكلى والمسالك، ومركز الأورام، ومركز الجهاز الهضمي، وكمان مركز العيون. الحقيقة دكتور أنت بتجد مشكلة، يعني أنت عندك دلوقتي مراكز، أنا صورت كتير جدا في جامعة المنصورة في كل هذه المراكز، أنا الحقيقة يعني كنت بندهش. المفروض أن المركز في محافظة ما يخدم ابناء المحافظة فقط، ولكن الحقيقة بلاقي يا دكتور ان ناس من كل المحافظات، شتى محافظات مصر جايين، ناس من الصعيد متواجدة، ناس من اسكندرية، ناس من القاهرة، ناس من القاهرة، وطبعا احنا شايفين قد ايه مستشفيات القاهرة كتير، ولكن يقولوا احنا بنرتاح اكتر هنا في مستشفيات جامعة المنصورة. عاوزين نعرف من حضرتك يا دكتور، يعني قدامك زحام شديد جدا
يعني محافظات كتير جدا بتتوافد يوميا لتلقي العلاج وتلقي الجراحات في مراكز طب جامعة المنصورة. وفي نفس الوقت يا دكتور حضرتك محدد بميزانية محدودة من الجامعة. حضرتك يا دكتور تقدر تحل المعادلة دي ازاي؟ بصي حضرتك، مبدئيا بالنسبة للزحام احنا خدامين كل ما هو مصري. الله عليك يا دكتور. قولا واحدا، يعني احنا موجودين علشان نخدم هذا الشعب دون تمييز لا لون ولا دين ولا محافظة ولا اي حاجة. فاهلا بكل اللي حابب يستخدم الخدمات الصحية في جامعة المنصورة وفي كلية طب المنصورة. هرجع تاني اقول لحضرتك ان احنا بيجينا موازنات ضخمة جدا، يعني مليارات، بيجي لنا مساهمات من مجتمع مدني قوي جدا وداعم جدا، بيجي لنا مساهمات من مجموعات شبابية حتى غير منتظمة في شكل جمعية أو رجال الأعمال بالملايين بيتبرعوا بإنشاء مباني كاملة بيتم التبرع. لكن احنا كل ده احنا طموحنا أكبر من كده، وتخيلنا لما يستحق المواطن المصري من الخدمة الطبية هي الخدمة الطبية غير المحدودة الخمس نجوم، ان هي مفيش فيها حاجة خلصت، مفيش فيها حاجة مش موجودة. علشان نعمل كده حضرتك زي ما حضرتك بتقولي بنضغط على الموازنة شوية، بنضغط على المجتمع المدني شوية، بنحاول ان احنا نقدم خدمات طبية بأجر للقادرين. يعني احنا في سبيلنا الانشاء جناح كامل كمستشفى خاص للقادرين ان هم يستغلوا المستشفيات الجامعيه بامكانياتها الضخمه جدا، لان هي غير مسبوقه. يعني انا لو حد من قرايبي بيسالني انا عايز اروح مستشفى خاص ولا اروح مستشفى الجامعه، بقول له قولا واحدا روح مستشفى الجامعه. فبنحاول نتوسع في كده. لدينا برنامج لاستقبال سياحه علاجيه باذن الله، زي ما قلت لحضرتك ده هيكون مصدر دخل ضخم جدا ان شاء الله. انما ان احنا هنقول لحد لا او فلوسنا خلصت مش هيحصل. تسلم يا دكتور محمد، وطبعا يعني شهاده حضرتك دي طبعا يعني اكيد كل المشاهدين فعلا هيبقوا مسرورين بيها، ويا ريت كل اصحاب المناصب فعلا يفتحوا ابوابهم وما يقفلوش ابوابهم لغير القادرين. لكن حابين بقى النهارده يا دكتور نتكلم عن برنامج مميز بيه جدا كليه طب جامعه المنصوره، وهو برنامج مانشستر. يا ريت الناس مش فاهمه البرنامج المنفرد الحقيقه على مستوى جامعات مصر منفردة بيه جامعة المنصورة، يا ريت حضرتك تكلمنا عنه. بس قبل ما انسى عوامل قوة المنصورة استدراكا للسؤال السابق، احنا عندنا كتلة برلمانية مكونة من 39 عضو مجلس نواب ما شاء الله عليهم مخلصين وعاشقين للمنصورة وجامعة المنصورة، وما بيتأخروش علينا في ان هم يحملوا طلباتنا الى المسؤولين، وفي اجتماعات دائمة معاهم وبشكرهم يعني على الهوى بعد اذن حضرتك. طبعا مانشستر حدوته ثانيه جميله وحلم جميل ربنا اكرمنا بيه. احنا يعني ربنا بيكرمنا ان احنا بنحلم ويدينا ادوات الاخلاص والاجتهاد في الحلم، وسنه واتنين ونلاقي الحلم اتحقق. 2006 اداره الكليه واداره الجامعه ارتأت ان هي تعمل شيء جديد، فتم التواصل مع جامعه مانشستر، وكان احد الزملاء وهو عميد الكلية السابق يعني لسه عائد من بعثته في مانشستر، ايه رأيكم نعمل برنامج مشترك؟ الدنيا كلها وقفت قصادنا، انتوا بتبوظوا الطب في مصر، انتوا بتبوظوا التعليم، انتوا بتعملوا برنامج مدفوع الاجر لابناء الاغنياء و و و و و و. الإدارة في هذا الوقت حقيقي كانت داعمة جدا ومتفاهمة وربنا أكرمنا وبدأنا في 2006. خرجنا 7 دفعات حتى الآن ونتواصل إن شاء الله ربنا يزيد. إيه هو برنامج المنصورة مانشستر؟ هو أسلوب دراسة الطب في جامعة مانشستر بيتم تطبيقه في جامعة المنصورة بما يناسب خصوصية المجتمع المصري. فاحنا خدنا اسلوب الدراسة نقلناه للمنصورة. طبعا في البدايات استدعى ده ان اساتذة مانشستر ييجوا يتابعوا ويدربوا ويشوفوا احنا بنعمل صح ولا احنا يعني واخدين اسم مانشستر ده بنهينه.
فطبعا كل هذه المتابعات أسفرت عن رضاهم الكامل، وما زلنا في الشراكة حتى الآن. بعض الناس بيعتقدوا أن الطالب اللي داخل برنامج المنصورة مانشستر داخل بمجموع قليل، أو أن ده باب خلفي للالتحاق بكليات الطب، وده غير حقيقي، لأنه الطالب بيكون أصلا مقبول في كلية الطب في مكتب التنسيق زيه زي أي حد، ثم بيختار أن هو بيدرس في برنامج المنصورة مانشستر. احنا طورنا البرنامج الاساسي او البرنامج المجاني مؤخرا باللي اتعلمناه من تجربتنا من جامعة مانشستر، ومصر كلها طورت تعليمها الطبي مؤخرا. حضرتك متابعة وكنت معانا، انه دلوقتي دراسة الطب في مصر اصبحت 5 سنين بدل من 6 سنوات. ركزنا على التدريب الاكلينيكي انه يصبح 2 سنين بدل عام واحد. خففنا العبء الدراسي على الطلاب، ان الطالب بقى يمتحن فصل دراسي والفصل ينتهي، ما يمتحنش العام الدراسي كله. الدراسة بقى الدراسة نشطة، الطالب ليه دور ان هو يروح ويدور على المعلومة بدل ما احنا اللي بنديها له باسلوب التلقين. فمصر كلها النهاردة فيها ثورة في التعليم الطبي، في اسلوبه وازاي بيتعامل. وأزعم أنه أحد بدايات هذه الثورة وأحد أعمدتها اللي قامت عليها كان اللي تعلمناه من زملائنا في جامعة مانشستر. جامعة مانشستر اكتسبت لنا الطلاب الوافدين، وكانت البرنامج كان فتحة خير على الطلاب الوافدين، وإن هم يعرفوا يعني إيه المنصورة. جالنا طلاب من ماليزيا ومن إندونيسيا ومن سنغافورة، منين هيعرف إن المنصورة غير إن زميله جه ورجع قال له دي كلية طب محترمة. ادانا طبعا فرصة ان احنا يبقى عندنا موارد ذاتية نقدر نتحرك بيها ونطور بيها، وبنبني مبنى جديد حضو حضرتك ان شاء الله لافتتاحه قريبا بتكلفة عالية جدا من الموارد الذاتية كاملة. فالمنصورة مانشستر قصة تانية وحدوتة تانية جميلة وفصل لطيف في كلية طب المنصورة. دكتور محمد الحقيقة جال لنا رسائل كتيرة جدا جدا، يعني احنا طبعا عارفين حضرتك قبل ما تعتلي كرسي عميد كلية الطب جامعة المنصورة، حضرتك ليك باع طويل في طب الأطفال، لكن النهاردة بالتحديد جال لنا أسئلة كتير حابين ان احنا يعني نتكلم عن حياة دكتور محمد عطية البيومي بشكل خاص، يعني لمحة عن حياتك الشخصية. دكتور ناس كتيرة عايزة تعرف مين هو الأستاذ دكتور محمد عطية الإنسان. إنسان بسيط، أنا من مواليد القاهرة، اتربيت وعشت في مدينة السنبلاوين طول عمري، وبحيي أهلي وحبايبي في السنبلاوين. دخلت كلية الطب سنة 83، واجهت الصعوبات اللي بيواجهها كل طالب جاي من مدينته علشان يدرس في الجامعة. مع التأقلم الدنيا بدأت تتحسن شوية شوية ان شاء الله، لغاية ما اتخرجت 89 كنت اول الدفعة. التحقت في وظيفة طبيب مقيم، ثم تدرجت، ربنا اكرمني ببعثة في بريطانيا سنة 96 97. اتدربت هناك كويس جدا، البلد صرفت عليا كويس جدا، ما اقدرش انكر هذا الفضل على الاطلاق. حصلت اثناء البعثة على زمالة الكلية البريطانية الملكية لطب الاطفال، ورجعت. وزي ما كل الناس يعني السؤال الشهير، طب انت رجعت ليه؟ رجعت لاني مديون، رجعت لان انا اتصرف عليا ولابد ان انا ارد ولو جزء من جميل الناس والبلد اللي صرفوا عليا. ثم تدرجت الى انه يعني كلفت بعمادة الكلية في يناير 2019. مبروك على حضرتك يا دكتور، وكمان مبروك على كلية الطب جامعة المنصورة وجود حضرتك، وعارفين ان حضرتك واخد منصب ليس تشريفي ولكن منصب تكليفي، لكن حابين بقى انا كمان نعرف حياتك الشخصية دكتور، يا ترى يعني كلمنا اكتر عن حياتك الشخصية. متزوج واعول. ربنا يبارك في اولاد حضرتك. زوجتي ويعني حبيبتي الدكتوره غاده مغاوري عبد اللطيف النادي، استاذ الميكروبيولوجي في كليه طب المنصوره، ودفعتي.
عندي ولد وبنت، عندي عمر طبيب مقيم تجميل، ونورين بقى آخر العنقود أو زي ما بسميها يعني فص الكبد الشمال. ربنا يبارك يا دكتور. هي طبيب امتياز بدأ سنة الامتياز بتاعها الشهر ده. ما شاء الله، الحقيقه اسره طبيه بحته. احنا بنوجه لهم كل التحيه. الاستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي، عميد كليه الطب جامعه المنصوره. والله الوقت الجميل دايما بيعدي بسرعه جدا. احنا سعداء بوجودك النهارده، وحضرتك يعني فعلا تلبيتك لبرنامج دعوه برنامج قد الحياه، حقيقه سعداء جدا بيها، وبنحتسب ان هذه حلقه تاريخيه في برنامج قد الحياه. وطبعا احنا نوجه كل الشكر لكل قيادات جامعة المنصورة، ودايما بيقولوا عن المنصورة بلد الجمال وعاصمة الرجال. بشكر حضرتك جدا، وبنتمنى ان شاء الله يكون في مزيد من الحلقات عشان نرضي كل السادة المشاهدين اللي بيستنوا فعلا حضرتك معانا. اعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا بس ما خلصتش لقاءاتنا، مع وعد بلقاء متجدد. بشكر جدا جدا غرفة الكنترول روم على اسمهم الاستاذ احمد امين، بشكر كل زملائي الحقيقه اللي فعلا بيعملوا مجهود كبير جدا، وكمان بشكر مصممة الازياء المبدعة صديقتي الجميلة رندا الشافعي. ليكم كل التحية وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية الجميلة شو. مصممة الازياء رندا الشافعي، مصنع هيسي للألبان، الشركة المصرية للعلوم الصناعية التعويذية. لكل سيدة مصرية بتدور على الجمال والموضة لعام 2019، بنقدم ليكم براند سليمة للعبايات الخليجية، أحدث طيحات العبايات في عالم الموضة، وكوليكشن متميز جدا وعملي لأي مناسبة. والتميز في براند سليمة هو بعضهم عن المألوف في التصميم بأعلى الخصومات. للتواصل هاتفيا 010 33 11 55 94، لطلب الاوردرات واتساب 010 27 44 92 82. براند سليمة للعبايات، تميزك مهمتنا. يا تعيش وحيد وسط الدروب.